والآن الملف خلصنا، انتهينا من المجموعات، والآن الملفات الشخصية. الملفات الشخصية هي الملفات الخاصة أو ملفات للطالب، شخصية للطالب، نسمها خاصة بالطالب. الملفات الشخصية يمكن إضافة مجلد خاص بالطالب، ويمكن أيضا حذف المجلد ويمكن أيضا إعادة تسمية المجلد. من خلال المجلد يمكننا أيضا تحميل الملفات. ملف PDF من خلال الجميع، إذا كان هناك الكثير من الملفات يستطيع أن يجد ملف من خلال البحث عن نوع الملف. PDF مثلا، هذا PDF، ملف PDF، يعني يسهل عليه عملية إيجاد الملف بشكل أسرع. الترتيب حسب نوع الملف، إذا كان نوع الملف صورة أم فيديو أو PDF أو وورد. اسم الملف، شرح الملف، تاريخ الملف، متى تم تحميل الملف، ونوع الملف، والحجم، حجم الملف، والعمليات، عمليات مثل حذف الملف، تحميل الملف إذا كان تحميل إذا كان الملف إذا كان الملف بمكتبة الصف. طبعا الملف مكتبة الصف قام بإنشاء الملف المعلم الذي يقوم بإنشاء الملف، فالطالب يقوم بتحميل الملف إن أراد المعلم أن يقوم الطالب بتحميل الملف اللي تم إنشاء المعلم. تحميل الملف أو نسخ الملف إلى مكان آخر، أو نقل الملف إلى مكان آخر مثلا إلى مجلد آخر. ترتيب حسب نوع الملف، إذا كان PDF أو صورة. يمكنك تحديد على الملف أي ملف، إذا كان في ملفات واجد أو العديد من الملفات، كثير من الملفات يمكنك تحديده، وتفعيل مربع وضغط على، يمكنك تحديد أكثر من ملف، تقوم بحذفه، نسخ إلى مجلد آخر أو نقله إلى مجلد آخر. البريد الوارد، البريد الوارد، البريد الوارد عبارة عن محادثات بين الطالب والمعلم، محادثات بين الطالب والمعلم. يكتب الطالب اسم المعلم ويكتب الموضوع عن ماذا يتكلم، ويكتب الرسالة.
مثلاً ممكنها تحمل صورة أو فيديو من جهاز، ملف شخصي، من ملفات شخصية، وإضافة مقطع من يوتيوب أو موقع، ويقوم بإنشاء محادثة. تظهر المحادثة في إنشاء المحادثة في يمين الصفحة. يقوم المعلم بالرد عليه. رد المعلم للمحادثة، وأيضا يمكننا إضافة أي فرد آخر أو أي شخص آخر أو أي طالب آخر. أن يكون هناك شخص. المهم كتابة اسم الشخص وإضافة مشتركين. انتهينا من البريد الوارد. طيب الواجبات اللي يقوم إنشاءها المعلم. انتهينا من الصفحة الرئيسية. ممكن الانضمام إلى يمكن للطالب الانضمام إلى مادة أخرى من خلال إعطاء المعلم إعطاءه الرمز الدخول، ثم يضغط على زر متابعة. أيضا انتهينا من مواعيد الطالب العامة، انتهينا من مناقشات الحائط والواجبات والامتحانات وسجل العلامات بالإضافة، انتهينا من المواد والمجموعات، انتهينا من المجموعات طبعا فقط يستطيع الانضمام دون الإنشاء، ملفات الشخصية انتهينا منها، أيضا البريد الوارد. زر البحث يقوم الطالب بالبحث عن المعلم أو ببحث عن طلاب آخرين. هذا الزر عن طلب صداقة، إرسال دعوة مثلا إلى صديق، أو دعوات للأنشطة، إرسال دعوة للنشاط قم به على النشاط. انضمام إلى الصف، يقوم المعلم بإضافة إرسال دعوة للطالب ليقوم بإضافته أو يعطيه رمز الدخول. طلبات الانضمام إلى المجموعة، رمز الدخول يعطي المعلم الطالب رمز إلى دخول المجموعة لكي يضاف عنده. مشاهدة جميع الطلاب. زر التنبيهات اللي هو زر الإشعارات، يقوم مثلا المعلم بتصحيح الواجب أو بالموافقة على حائط صف بإرسال رسالة في حائط صف، أو المناقشة الأنشطة إذا قام تصحيح الأنشطة المعلم يأتي
طالب جميع الإشعارات في هذا الزر. أيضا يستطيع تغيير كلمة يستطيع طالب تغيير كلمة المرور. يكتب كلمة مرور الحالية ويقوم بتغييرها كلمة مرور جديدة وتأكيد كلمة المرور. إعدادات الخصوصية، يستطيع الطالب أن مثلا الملف الشخصي، من يرى الملف الشخصي للطالب لا أحد، أو مثلا المدرسة. المواد المستخدمين المستجدين مثلا. المدرسة مثلا التحديثات، مواد المراسلة للمستخدمين مثلا، نتائج البحث للمستخدمين، المواد المستخدمين. المهم إذا انتهيت من تحديث إعدادات الخصوصية، اضغط على زر تحديث إعدادات الخصوصية، يقوم بالتحديث. المحظورون، الطلاب المحظورون أو الأشخاص غير مرغوب فيهم قائمة المحظورون، يأتي أسمائهم في قائمة المحظورون. أيضا إعدادات الخصوصية كما شرحت، إعدادات الخصوصية والمساعدة، زر المساعدة إذا يحتاج الطالب للمساعدة أو واجهته مشكلة يدخل على زر المساعدة ويقوم بإيجاد الحل، ويستطيع الطالب الخروج. انتهينا من شرح تسجيل الطالب و قوائم الموقع. أسأل الله التوفيق لي ولكم. السلام عليكم.